أسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية لهذا المساء. أجواءنا اليومين أجواء مستقرة، وذلك بسبب تأثر البلاد في مرتفعات أو منخفضات جوية متكونة على شبه الجزيرة العربية، أثرت اليوم ويانا إلى تحول رياح إلى جنوبية شرقية خفيفة سرعة إلى معتدلة من 5 إلى 25 كيلومتر في الساعة. راح نلاحظ في ارتفاع في درجات الحرارة وكذلك فرص لارتفاع الرطوبة الليلة خاصة على المناطق الساحلية. أما الطقس في مدينة الكويت الآن، السماء صافية بشكل عام، الرياح جنوبية شرقية سرعتها 6 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة الحالية 38، الرطوبة النسبية 13%، الرؤية الأفقية تتجاوز 10 كيلومتر. تشير آخر التحديثات صور الأقمار الصناعية إلى أن الأجواء صافية بشكل عام على مناطق شبه الجزيرة العربية وكذلك دولة الكويت، وذلك بسبب استقرار الطقس خلال اليومين، ومن ثم أو متوقع أن يتحول في مساء يوم الغد تكون بعض السحب على أغلب مناطق البلاد. أجواءنا أو تأثر البلاد في بعض الكتل الهوائية المؤثرة على شبه الجزيرة العربية، تمركز المنخفض الجوي في شمال المملكة العربية السعودية يؤثر علينا في تقلب الرياح لرياح جنوبية شرقية الليلة، زيد معها نسبة الرطوبة، تكون بعض السحب في مساء اليوم، ومن باكر تبدأ الرياح الشمالية الغربية تتحول الرياح لرياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة في بعض الأوقات. أجواءنا بشكل عام في هذا المساء أجواء معتدلة، الرياح راح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة من 5 إلى 25 كيلومتر في الساعة، تستمر ويانا الرياح الجنوبية الشرقية، ترتفع نسبة الرطوبة خاصة على المناطق الساحلية، درجات حرارة متراوحة ما بين 25 و 26 درجة مئوية في شرق الكويت، في المناطق الصحراوية ما بين 27 و 28 درجة مئوية. مع بداية دخول ساعات الصباح الأولى من يوم الغد راح نلاحظ أن هناك تكون بعض السحب خاصة على المناطق الغربية من البلاد، درجات حرارة متراوحة ما بين 24 في المناطق الغربية، المناطق الساحلية بشكل عام 23 بالوفرة، 24 بنويصيب، جزرنا الشمالية 23 و24 في فيلتشا وربا وبوبيان. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة في نهار الغد تتراوح ما بين 38 في السالمي، 37 في مدينة الكويت، شمال البلاد في منطقة العبد الزراعية 38 درجة مئوية، الرياح راح تتحول لرياح جنوبية شرقية أو راح تنشط على فترات، متوقع أن يكون الارتفاع الموج قد يصل إلى 5 أقدام في بعض محادق الكويت، تكون بعض السحب على بعض مناطق البلاد، فرص أمطار خفيفة جدا وضعيفة في يوم الغد. مع بداية دخول ساعات المساء من يوم الاثنين راح تبدأ الرياح تتحول لرياح شمالية غربية خفيفة لو معتدلة السرعة من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تستمر يارا تكون السحب على بعض المناطق، درجات الحرارة متفاوتة ما بين 27 إلى 28 درجة مئوية. حالة البحر بشكل عام أعزائي المشاهدين، الأجواء معتدلة، ارتفاع الموج من 3 إلى 5 قدم، ترات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد، المد الأول الساعة 10:30، المد الثاني 38 دقيقة مساء، الجزر الأول 24 دقيقة، الجزر الثاني 44 مساء. أذان الفجر بمشيئة الله الساعة على حسب توقيت المحلي مدينة الكويت 3:48، شروق الشمس 5:14 دقيقة، موعد أذان المغرب 6:19 دقيقة. حالة الطقس خلال الخمس أيام القادمة بمشيئة الله أجواء معتدلة، درجات الحرارة بارتفاع نسبي، وكذلك درجات الحرارة الصغرى تتراوح ما بين 22 إلى 23 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة، ولن نأخذكم في جولة مع درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية.